السجن المحلي بالداخل الذي شرع فيه أو شرع العمل به بتاريخ 16/10/2021، وتعتبر هذه المؤسسة، تنتمي هذه المؤسسة إلى الجيل الجديد من المؤسسة السجنية التي تراعي ظروف اعتقال إنسانية وموافقة لجميع المواثيق والمواثيق الدولية التي صدقت عليها المملكة المغربية الشريفة، والمؤسسة بطاقة استيعابية تصل إلى 540، تضم حي خاص بالأحداث، تتوفر فيه شروط ملائمة لشخصية السجناء الأحداث في أفق إعادة إدماجهم باعتبارهم فئة من السجناء الممكن إعادة إدماجها في يمكن إعادة إدماجها في بشكل استعجالي، أو قبل أن ينتقل الحدث إلى مرحلة الاحتراف، مرحلة التمرس على الإجرام. كما تضم كذلك حي للنساء، يضم مرفقين، جناح خاص بالسجينات الموافقات بأطفالهن، مستقل بشكل كلي عن السجن، عن أماكن اعتقال النزيلات الغير موافقات بأطفالهن، تتوفر فيه شروط جميع تتوفر جميع شروط الأمن، جميع الشروط الأمنية وشروط أنسنة الاعتقال وشروط أنسنة الاعتقال، إضافة أن النزيلات الموافقات بأطفالهن يستفيدن من ظروف إيواء تلائم احتياجات الرضيع أو الطفل المرافق لهن، إضافة إلى فضاءات تراعي خصوصية الطفولة سواء من حيث شكل البناية أو من حيث شكل البناية أو التجهيزات المتوفرة داخل فضاءات، لا نقول غرف، بالنسبة للأطفال الموافقين لأمهاتهم بل نقول فضاءات، تمت هيكلتها أو تمت مراعاة الظروف الصحية والنفسية للأطفال المرافقين للنزيلات بالمؤسسة. إضافة إلى هذين المرافقين الهامين، تتوفر المؤسسة كذلك على مركز بيداغوجي به تم الشروع بأربع أوراش للاستفادة يستفيد منها النزلاء في أفق إعادة إدماجهم من خلال تعلم أو الاستئناس وتعلم مهنة الحلاقة والترصيص الصحي والترصيص، إضافة إلى نجارة الألمنيوم وكهرباء البنايات. إضافة لهذه ويعتبر من أهم البنايات أو من أهم مرافق المؤسسة، لأنها تساهم في تسهيل عملية إدماج السجناء لمرحلة ما بعد الإفراج. إضافة أن المؤسسة إضافة إلى هذه المراكز، تتوفر المؤسسة على مطبخ، يمكن على مطبخ كما عينتموه تتوفر فيه شروط صحية، تتوفر معايير وشروط صحية سواء أثناء إعداد الوجبات الغذائية الخاصة بجميع النزلاء، إضافة إلى طريقة توزيع الوجبات الغذائية. إضافة ويمكن كما تتكون المؤسسة من ثلاث أحياء ذات طبق سفلي وعلوي، تتوفر فيها جميع الشروط الصحية والإنسانية من أجل اعتقال من أجل مرور فترة اعتقال بالنسبة للنزلاء في ظروف إنسانية وفي ظروف جد 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 معقولة مقبولة كما عينتموه بأنفسكم.